تنوين الأسماء المقصورة. الإملاء. أقرأ: شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج. ألاحظ: الفتى تنتهي هذه الكلمة بألف، نسمي هذا الاسم مقصور. هذا الاسم المقصور معرف بأل، هذا الاسم غير منون. الاسم المقصور إذا كان معرف بأل يكون غير منون. فتن، الاسم المقصور هنا نكرة فهو منون بالفتحة، نقول فتن المستشفى فهو ينتهي بألف مقصورة ومعرف فهو غير منون. مستشفى نكرة منون بالفتحة. أكتشف: هذا اسم مقصور غير منون. الفتى. هذا اسم مقصور منون. فتن، عندنا التنوين بالفتحة. أطبق، أنقل على اللوح وأكتب التنوين بالأحمر. رافقت الغيمة فتى عندما زارت قرى في العطلة. إذن عندنا فتحتان، إذن التنوين بالفتحة. فتى قرى. أضيف التنوين إلى كل كلمة مثل: الهدى هدى، المرعى مرعى، المرمى مرما، المصطفى مصطفى، العصا عصا. أحول الاسم المقصور غير المنون إلى اسم منون: حرس الحارس المرمى، حرس الحارس مرما، رأيت الأفعى تدخل المرعى، رأيت أفعى تدخل مرعى. ينظف الكناس المجرى من الأزبال. ينظف الكناس مجرى من الأزبال.